السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. بهي المحاضرة حأعمل استعراض سريع لجملة المتممة الكومبليمنت. جزء كتير من أمراض الكلية وأمراض الكبد الكلوية بحاجة لفهم المبادئ الأساسية لعمل المتممة. مثل ما شايفين بالشكل، هذا غشاء خلوي، في هذا الحيز داخل الخلوي وهذا الحيز خارج الخلوي. هذا المركب مجموعة بروتينات من المتممة مجتمعة مع بعضها بشكل معقد. هذا المعقد عامل ثقب بالغشاء الخلوي. هذا الغشاء الخلوي ممكن يكون لأحد الجراثيم أو لغيرها، أو حتى لخلية من خلايا الجسم. بغض النظر هي الخلية شو هي، هذا الثقب حيخلي السوائل والإلكترولايت تدخل من الخارج للداخل، وبالتالي يخرب هي الخلية ويموتها. هذه هي المناعة الإنيت، المناعة الفطرية بسموها، اللي هي مانا نوعية لشيء محدد. تفعيل المتممة بيؤدي لهجوم على هذه الخلايا وبيخربها وبيموتها. هذا هو اللي رح يصير لحتى نوصل لهذا الشكل اللي هو المعقد النهائي، اللي هو مجموعة بروتينات متحدة مع بعضها. لازم يصير تفعيل لمجموعة بروتينات المتممة. البروتينات بتكون موجودة بالمصل بحالة غير فعالة، لابد من تفعيلها. طرق تفعيل متعددة لهي البروتينات، في إلها منظمات، في شيء بيفعلها وفي شيء بيثبطها. لما بصير في عندي اضطراب بتفعيل المتممة خاصة بالطريق الالترناتيف، الطريق البديل، بيصير تفعيل مستمر له، ممكن يصير عندي أمراض كلوية. هذا هو ملخص محاضرتي. الأمراض اللي ممكن تصير بالتفعيل المستمر للالترناتيف باثوي، اللي هو الطريق البديل، ممكن يصير عندي C3 glomerulopathy، اللي هو اعتلال الكبب الكلوية بالC3، اللي هي C3 أحد أهم مكونات المتممة. أو ممكن يصير عندي الـ AHUS، اللي هو Atypical Hemolytic Uremic Syndrome، هي متلازمة اليوريمائية الانحلالية غير النموذجية. غير النموذجية تمييزا لها عن الـ HUS النموذجية اللي بتصير مع الشيجيلا والإيكولاي. أحد بعض سلاسل الإيكولاي والشيجيلا بتفرز ذيفان معين بيعمل الـ HUS. هون نحن ما عندنا هذا الإنتان المعوي اللي بيسبب هذه المتلازمة. بيصير عندي أحد أسباب الـ Atypical إنه يصير عندي اضطراب بعمل المتممة، مثل ما أنا تفعيل الالترناتيف باثوي، فممكن يصير عندي متلازمة شبيهة تماما بنسميها الاتيبيكال اتش يو اس. ليش اضطراب عمل المتممة؟ ليش تفعيل الالترناتيف باثوي ممكن يساوي عند بعض المرضى C3 جلوميرولوباثي وعند بعض المرضى الثانيين الاتيبيكال اتش يو اس؟ ما معروف. ممكن يصير هاد وممكن يصير هاد. هل لازم يصير قطعا؟ لا، لازم يكون في تريجر. يعني عندي انا اصلا في اضطراب بعمل المتممة، في عندي alternative pathway activation، بس بيصير التريجر في محرض بيخلي يصير الفلير اب لاحد الاصابتين. التريجر عادة بيكون infection انتان او pregnancy حمل. عموما ما حناقش هدول المرضين بهذه المحاضرة، حأستعرض اساسيات المتممة بالشكل اللي انا خلينا نقول بطريقتي. فمرة تانية، المتممة هي مجموعة بروتينات لابد من تفعيلها لحتى نوصل للهدف النهائي، اللي هو بتساهم بقتل الباثوجينز. ممكن تعمل اوبسونيزيشن للباثوجين، يعني السي 3 مثلا هي اللي قلناها السي 3 بي، ممكن ترتبط بالاورجانيزم بالبكتيريا مثلا، وهذا بدل الكريات البيضاء مشان تيجي تعملها بلعمة. هي بسموها الاوبسونيزيشن، طهي. او انه ريكروتمنت للاضافه انه تحريض الخلايا الالتهابيه. احد اجزاء المتممه اللي هو C3A وC5A بيجذب الكريات البيضاء لمكان الاصابه، لمكان الانفلاميشن. قتل الباثوجين مثل ما قلنا انه تعمل ثقب بجدار هذا الخليه. كيف يصير تفعيل المتممة؟ في ثلاث طرق شهيرة لتفعيل المتممة. في الكلاسيك باثوي، الطريق الكلاسيكي بيسموه، وفي الالترناتيف باثوي، وفي شغلة ربما ما كتير مشهورة اسمها الليسيتين باثوي. الكلاسيك باثوي هو انه في عندي معقدات مناعية بتفعل المتممة، الانتيجين انتيبادي. الليسيتين في عندي انا هون ممكن مثلا الاورجانيزم نفسه اللي هي البكتيريا فيها مثلا البوليساكرايد الموجود بغشاء بجدار الخلوي بيرتبط بالليسيتين وبيعمل تفعيل المتممة، بيشبه كتير الكلاسيك باثوي. الالترناتيف باثوي انه انا هي المتممة نفسها بتفعل ذاتها، بيصير تفعيل ذاتي للمتممة بشكل مستمر. حنشرح بالتفصيل شو معنات هذا الكلام بالسلايدات القادمة.
فمرة ثانية أنا الهدف النهائي إني أنا أعمل هذا المركب اللي هو بيسموه الماك. هذا المركب شفنا صور شفناه بالسلايد الأول بيعمل ثقب بالجدار الخلوي للخلية المطلوب القضاء عليها، وهذا الشيء بيخلي السوائل تدخل وتخرب الخلية، سواء كانت هذه باثوجين مثلا خلية عفوا جراثيم أو غيرها، أو حتى لو أنه خلية من خلايا الجسم، الجسم حابب يقضي عليها ممكن يقضي عليها بهالشكل، أو بشكل مرضي أنه الجسم بيهاجم خلايا السليمة بشكل عشوائي وممكن يسبب أذية ببعض الخلايا. هذا الجدار الخلوي مرة ثانية. هذه المركب النهائي بسموه الماك، اللي هو بتشكل من C5A اللي هي بقى خلينا نحكي بالأسماء C5A للC9، حقيقة C5A مع C6 المتممة 6 C7 C8 مع C9 هدول هن، هذا شكل عندي الثقب اللي خلى الخلايا يدخل السوائل لها. لحتى يصير تفعيل لهذا المركب او تشكيل هذا المركب لازم C5 تتفعل، C5 مركب غير فعال بالمصل، لازم ينشطر C5A ولا C5B. C5B هو بيوصلني لهذا المركب. لحتى ينشطر C5A مع C5B اللي هو الشكل الفعال اللي هو C5B، لازم يكون في عندي انزيم بيسموه C5 كونفرتاز. فهذه اول اجزاء تفعيل المتممه، او انا عم امشي بالعكس صراحه، عم اخذها من الاسفل للاعلى، عم حاول ربما اغير شكل يعني. فمهم جدا نتذكر انه في عندي لحتى يتفعل السي 5 لازم يكون في عندي انزيم بسموه سي 5 كونفرتاز. ربما هذا سلايد اعاده للحكي اللي حكيناه، السي 5 بيكون بالمصل بيتفعل على جدار الخليه بيصير سي 5 كونفرتاز بيحوله للشكل الفعال، والسي 5 بي هذا السي 5 بي بيجتمع مع كل العناصر من بدءا مع السي 6 السي 7 السي 8 بعدين السي 9 بيساوي لنا هذا الثقب اللي بيخلي الخلايا تنحل. أظن نفس الكلام عم عيده وكرره بأشكال مختلفة. السي 5 موجود بالبصل على مستوى الغشاء الخلوي بيتم تفعيله شطره لجزئين C5A و C5B، و C5B بيكمل السي 5A. مش بالسلايد التالي ذكرته أنه هو أحد المحرضات الالتهاب، هذا بيجذب الكريات البيضاء لمكان الالتهاب. C5A مع C3A كمان بالمناسبة مركبين مشهورين. معناها أنا بتفعيل المتممة قبل ما أوصل للمركب النهائي اللي هو الماك الممبرين أتاك كومبلكس اللي هو C5B لC9 اللي شرحناه من شوي، لازم يصير شطر للC5، وقبله لازم يصير الشطر للC3، لازم يصير تفعيل للC3. وهذا الشيء بيصير من ثلاث طرق مثل ما حكينا، الليسيتين أو الكلاسيك أو الالترناتيف. الدواء الوحيد المتوافر حاليا لتثبيط تفعيل المتممة هو الايكولوزيماب اللي هو سوليريس. هذا الدواء هي عبارة عن مونوكلونال انتي بودي بتتحد مع السي 5 وبتمنع انه تنشطر بالسي 5 كونفرتاز للسي 5A ولا السي 5B. فهذا الدواء الحالي الوحيد متوافر، مكلف جدا، كلفة العلاج السنوي فيه تتجاوز النص مليون، اظن نص مليون لمليون دولار حسب جرعة عم نستخدمها. تذكروا منيح لأنه ربما هذا حاليا هو الوحيد المتوافر، إن شاء الله قريبا الله أعلم ربما بالسنوات القادمة يكون في أدوية تانية تتحكم بأجزاء تانية من المتممة. طبعا في كتير تحت البحث، بس هذا هو الوحيد المرخص لعدة استطبابات. شوي مخطط تفصيلي أكتر. الكلاسيك باثوي بيبدأ مع الانتيجين انتيبادي كومبلكس، هذا بيشطر مجموعة البروتينات المتممة C1 C4 C2، وهذا الشيء بيوصلني لأنه شكل الـ C3 كونفرتاز اللي هو الإنزيم الأول لازم نتذكره. هذا بيشطر الـ C3 وبعدين بيساوي لي C5 كونفرتاز اللي حكينا فيه أنه كيف بيعمل C5B و C5A. بينما بالطريق الالترناتيف باثوي C3 نفسه بيشطر نفسه، بصير بيعمل شطر ذاتي حقيقة. الفرق بين انا كيف بدي اعرف لما بعمل تحاليل مصلية انه التفعيل عم يصير على مستوى الالترناتيف او على مستوى الكلاسيك؟ انا بعمل معايرة للمتممة بالمصل، فاذا C3 نازل والC4 نازل والC1Q نازل، معناته التفعيل عم يصير على مستوى الكلاسيك باثوي.
انا بتوقع في معقدات مناعيه. بينما لما انا بلاقي السي 4 طبيعي والسي 1 كيو طبيعي مثلا والسي 3 نازل، معناته انا بتوقع التفعيل عم يكون على مستوى الالترناتيف، انا بفكر بتشخيص ثاني. شو اللي عم يخلي الالترناتيف هو يتفعل بشكل مستمر؟ فهذا ربما مفتاح تشخيصي هام. ما حادخل بتفاصيل كثيره للتفاعلات الكيميائيه اللي بتصير حقيقه بالتفعيل، ربما هذا بيزيد من كميه المعلومات المقدمه وبيضيع الفكره حقيقه. اللي بيهمني نتذكر انه في عندي سي 3 كونفرتاز، ما بيهمني اتذكر بالتفصيل شو من شو بتتركب، لانه اذا ذكرت لكم من شو بيتركب السي 3 كونفرتاز بضيع المعلومه حقيقه. وبيهمني اتذكر السي 5 كونفرتاز، فانا في عندي ثلاث طرق للتفعيل، سواء الالترناتيف اللي هي بدون ما يكون في عندي معقد مناعي، او الكلاسيك اللي بوجود معقد مناعي. الليستين قريب جدا من الكلاسيك حقيقه. بيبدا بشطر السي 1 كيو، سي 1 سي 1 ار، سي 1 اس، بعدين شطر السي بيتحدوا مع سي 4 وسي 2 بشكل لي معقد. هذا الشيء بيساوي لي مركب لاحقا بسموه سي 3 كونفرتاز، اللي هو الانزيم اللي بيشطر السي 3، بيفعل السي 3. هذا السي 3 كونفرتاز بيشطر السي 3 للسي 3 اي والسي 3 بي، بعدين السي 3 بي بشكل معقد بيساوي السي 5 كونفرتاز اللي بيقدر يشطر السي 5 لسي 5 اي، اللي قلنا مثل السي 5 اي والسي 5 والسي 3 هن جاذبات للعديلات ولا غيرها من خلايا التهابيه. والسي 5 بي اللي بيشكل لي بعدين المركب اللي شفناه باول صوره، اللي هو بيخرب الجدار الخلوي. بالنسبه للالترناتيف ما بيمرق معي السي 1 كيو والسي 1 ار والسي 1 اس، السي 1 كلها ما بتتاثر، ولا السي 4. راسا السي 3 بينشطر للسي 3 اي والسي 3 بي وبيكمل بنفس الطريق. مثل ما قلت ماني حابب اغرقكم بالتفاصيل، لانه الاغراق بالتفاصيل حيضيع المعلومات، ممكن تقروها لحالكم، بس اظني حطيت يعني النقاط الاساسية اللي لازم كل واحد يتذكرها لما بده يقرأ عن تفعيل المتممة باصابات الكلوية. ما بعرف اذا في شيء اضافي ممكن تشوفوه بهذا السلايد، انا عم حاول اعرض سلايدات مختلفة من مصادر مختلفة، بس مشان رسخ الفكرة انه في عندي ثلاث طرق للتفعيل. في عندي الانزيم الاول السي 3 كونفرتاز، وفي عندي الانزيم الثاني السي 5 كونفرتاز، وبعدين بيصير في تفعيل سواء السي 5 او السي 5 بي. السي 3 كونفرتاز حقيقه هو مفتاح لتفعيل المتممة بالطريق البديل، فجزء من امراض تفعيل المتممة بالطريق البديل انه عم يصير فرض تفعيل على مستوى السي 3 كونفرتاز وما عم يتثبط، لانه السي 3 كونفرتاز ما حيشتغل بشكل مستمر، في له كوابح. ها بامراض المتممة او امراض الكبب الكلوية المتعلقة بالمتممة اللي حكيناهم باول سلايد، سببها انه هذا السي 3 كونفرتاز عم يشتغل بشكل مستمر وما عم يستجيب للكابحات. شو هي الكابحات؟ ما بعرف اذا هذا هو السلايد المناسب، اظن انا عم نحكي هون تماما على السلايد المناسب. فالسي 3 كونفرتاز مثل ما قلنا في له عدة كابحات، في له عدة كوابح، وفي له عدة مفعلات. ربما بالسلايد اللي بعده ممكن احكي هاي التفاصيل. لما بيبطل يستجيب السي 3 كونفرتاز للكوابح، للمثبطات، للمعدلات، بصير تفعيل زائد، وبصير في عندي اصابه او الامراض اللي حكيناها باول سلايد. احد المراجع صراحه شبه المتممه بهذا الموتوسيكل الموتور حقيقه. الشيء المطلوب او الشيء الطبيعي انه السي 3 يكون في تفعيل مستمر للسي 3 اللي هو الالترناتيف باثوي، بشكل انه خليني اقول هو بيحافظ على تشغيل المحرك بشكل بسيط بدون هو واقف في مكانه، بدون ما يصير في عندي اي صرف زائد او هجوم زائد، خليني اقول دوران زائد للمحرك، بحيث ما يؤذي نفسه، بحيث انه مجرد يكون الواحد بيكون بوضع الاستعداد، مجرد قرر ينطلق لسبب او لاخر، صار في عندي معقد مناعي، صار في عندي هجوم خلوي، بيكون التفعيل او تضخيم الامبليفيكيشن للتفعيل اكبر بكثير. اللي عم يصير بتفعيل المتممة المستمر انه انا هون بحالة الراحة عم يكون تفعيل اكثر من المطلوب، وبالتالي المحرك عم يأذي نفسه، عم يهاجم، الحرارة عم تزيد مثلا من هون، عم يهاجم نفسه، عم يخلي يصير تخريب باجزاء المحرك. ما بعرف اذا كان المثال واضح.
بنرجع حكينا الفكره انه انا في عندي مرحله السي 3 كونفرتاز وفي عندي السي 5 كونفرتاز، اظن صار واضحه قلنا انه السي 1 كيو والسي 4 لما بيكونوا نازلين معناته انا عندي كلاسيك باثوي، انا لازم افكر بالامراض اللي بتفعل المتممه من خلال المعقدات المناعيه، وهذا تشخيص تفريقي مستقل عن الامراض اللي بتساوي تفعيل المتممه بالالترناتيف باثوي بدون ما يكون في عندي معقدات مناعيه. اهم فاكتور حقيقه بيساوي تثبيط لعمل السي 3 كونفرتاز هو الفاكتور اتش، العامل المتممه اتش اسمه، فهذا بيثبط السي 3 كونفرتاز، بيمنع شطر السي 3 للسي 3 اي و3 وسي 3 بي. في له مساعدات طبعا، في منه الفاكتور اي اذا بتحبوا مثلا، في دي اي اف مثلا، ما حادخل بهي التفاصيل شوي ربما بتضيعنا اذا دخل فيها كتير، بس لما الفاكتور اتش بيكون موجود بشكل سليم بيثبت التفعيل الزائد للسي 3 كونفرتاز وبيمنع اذيه الجسم لنفسه. ليش ممكن يصير هذا الشيء؟ ليش الفاكتور اتش يبطل يعمل تثبيط للسي 3 كونفرتاز؟ ممكن يكون الفاكتور اتش غايب اصلا، يكون في عندي عوز جيني، في عندي خلل جيني يؤدي الى انه في عندي فاكتور اتش ما هو موجود، هذا احد المشاكل. ممكن يكون في عندي السي 3 مثلا صار فيها ميوتيشن خلته ما عادت تستجيب للفاكتور اتش، بسموها gain of function، فما عاد البروتين سي يستجيب، البروتين سي 3 يستجيب للفاكتور اتش. هلا ممكن يكون في عندي اضداد مثلا اللي بيسموه مثلا سي 3 نفريتيك فاكتور، السي 3 نفريتيك فاكتور هي اضداد او مونو انتي بوديز بتتحد مع السي 3 كونفرتاز وبتخليه يصير مقاوم لعمل الفاكتور اتش، هي احد الوسائل. ممكن يكون في عندي اضداد للفاكتور اتش نفسه، مثلا الفاكتور اتش نفسه ممكن يصير يتشكل له اضداد وبالتالي تمنع انه ياثر على السي 3 كونفرتاز، فهي صار اربع اليات. ممكن في بروتينات بتنظم عمل الفاكتور اتش، مثلا احد الامراض الشهيره بسموه سي الكومبلمنت فاكتور اتش ار 5 ريليتد بروتين، بسموه البروتين 5، هذا من البروتينات المنظمه لعمل الفاكتور اتش، لما يكون في عنده خلل بهذا البروتين بيساوي خلل بيعمل فاكتور اتش، وبالتالي ما عاد يقدر يثبط السي 3 كونفرتاز ويصير تفعيل زائد للمتممه، وممكن يصير في عندي الامراض اللي ذكرناها باول سلايد. ربما اعاده لنفس الكلام، لو كان في عندي انتي بوديز، هذه الانتي بوديز ممكن تروح على السي 3 كونفرتاز وبتخليه مقاوم للفاكتور اتش، بيسموه هذا الانتي بودي بيسموها سي 3 نفريتيك فاكتور، او انه تروح على الفاكتور اتش وترتبط فيه وتخليه تعطبه وبالتالي ما عاد يشتغل معنا. ممكن ميوتيشن بالسي 3 مثل ما حكينا، ممكن فاكتور اتش يكون غايب اصلا ما موجود بالمصل، اضافه للامراض الثانيه ممكن فاكتور اي والتفاصيل الثانيه اللي عم حاول اختصر قدر الامكان، ربما الواحد بس يعرف الفكره الاساسيه بيقراها بنفسه وبيعرف التفاصيل الدقيقه اللي هي ممكن تكون مزعجه اذا انحكت لازم تنقرا قراءه. فهذا كله بالنهاية بيخلي السي 3 كونفرتاز الاكتيفيتي تبعه غير طبيعي ابنورمال، وبالتالي بيساوينا الكومبليمنت ميدييتد ام بي جي ان اللي حنحكيها بمحاضرة لاحقة. بالمناسبة هذه الأضداد ممكن تكون مونوكلونال انتي بوديز، فإذا تتذكروا بمحاضرة اللي حكينا فيها عن المونوكلونال جاموباثي ممكن يتظاهر على شكل سي 3 جلوميرولونيفريتس. شو الآلية؟ انه في عندي مونوكلونال انتي بودي بتهاجم السي 3 كونفرتاز او بترتبط مع السي 3 كونفرتاز وبتخليه مقاوم لعمل البروتين اتش، او بالعكس ترتبط البروتين اتش وبتمنعه انه يشتغل على السي 3 كونفرتاز. ممكن في فكرة هالسلايد يشرحها، انه انا في عندي دوما بالبلازما في عندي فاكتور الفاكتور اتش اللي هو بيثبط عمل المتممة بالبلازما، وفي عندي الفاكتور اتش ار اس ار 5 اللي هو الفاكتور اتش ريليتد بروتين 5 موجود على مستوى الخلايا، على مستوى سطح الخلايا مشان يثبط عمل المتممة على مستوى الخلايا. فلما بيكون في عندي الفاكتور اتش غايب بالمصل بيصير تفعيل زائد للمتممة وبتتحول الى الشكل الفعال وبتروح تترسب على الجدر الخلوية سي 3 بي، وهذا السي 3 بي بيروح بفعل السي 5 مثل ما حكينا باول سلايد وبشكل لي الماك اللي بيخرب الخلية. هون انا عندي غايب الفاكتور اتش وبالتالي عم يصير تفعيل زائد للسي 3 وعم يهاجم الخلايا.
بالمقابل لو الفاكتور اتش موجود بينما الفاكتور سي الفاكتور اتش ريليتد بروتين 5 غايب على مستوى الخلايا، ممكن يصير عندي هون تفعيل للمتمم مع مستوى الخلايا وكمان شيء يصير نفس الأذية. اتمنى اني يعني انا مره تانية ما حكيت كل شيء بعرفه، وحاولت ما احكي كل شيء بعرفه، حاولت اختصر قدر الامكان مشان بس حط الفكره الاساسيه باذهانكم. ممكن يكون كلامي بعض الاحيان ما كان دقيق، بعتذر من الزملاء اللي ممكن يدقوا شوي على التفاصيل، ممكن الزملاء اللي ما عنده اي فكره عن المهتممه واضطرابات عملها يرجع يراجع الموضوع بعد ما سمع المحاضره. واتمنى انه يكوني وصلت او حاولت بسط الموضوع قدر الإمكان، وإن شاء الله يا رب نتابع معكم بمحاضرات قادمة عن أمراض المتممة اللي بتساوي اضطرابات على مستوى الكبد والكلية. لا تنسوا اللايك والشير إذا عجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، وإن شاء الله يا رب نلتقي معكم بفيديوهات أو بمحاضرات قادمة. السلام عليكم.